في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن عمليات سميناها الماشينينج اوبريشنز، وهنا ما اهم ما يميز العمليات دي. اللي بيميزها ان هو بيخرج تشيب من المعدن او رايش، فاذا انا لو وزنت الشغلة بعد ما بوصل الشكل النهائي بلاقي وزنها اقل. ليه؟ لان المعدن تم فقدانه اثناء عملية التشغيل في صورة رايش زي ما قلنا. وقلنا العمليات دي بتنقسم لحاجات كتير، قلنا هي الميلينج والتيرنينج والتشيبينج والصوينج والجرايندينج، واتكلمنا عن كل العمليات دي. وقلنا لو جه سؤال في القصة دي هيقول لك ايه الفرق بين الماشينينج والفورمينج وما هي عمليات الماشينينج، وممكن يتخصص في عملية زي الانجن ليس ويقول لك الانجن ليس دي بتعمل ايه وهكذا يعني. امال النهاردة بنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الفورمينج اوبريشنز عموما. طيب هو بيعرف الفورمينج اوبريشن نفسها هنا، ما هي عملية التشكيل؟ هنلاقي عكس عملية التشغيل. في التشكيل ما بفقدش اي حاجة من المعدن وما فيش اي رايش بيخرج عندي اثناء التشكيل، ولكن لو وزنت العينة او الشغلة قبل وبعد التشكيل بلاقي الوزن ثابت، ما فيش فقد في الوزن. فعمليات الفورمينج هنا بيقول لك فورمينج بروسيس make use of suitable stresses like compression, tension, shear or combined stresses to cause plastic deformation of the material to produce required shapes. In forming no material is removed. على سبيل المثال عندي العملية زي كده بيعمل punching لورك بيس، ودي عندي الرابر باد هنا او استامبة هنا، بضغط بكبس الشغلة دي اللي عندي، فببص بلاقي يطلع الشكل النهائي مفيش اي فقد في المعدن، مفيش تشيب تم ازالته او اي ازالة حصلت في المعدن. يبقى اذا العملية دي بنسميها هنا عملية فورمينج، وده ما اهم ما يميز هذه العملية. زي ما الماشينينج كان فيه ماكينات بتقوم بالعمليات دي او عمليات بتتم اقدر اسميها هي عملية ماشينينج، على سبيل المثال التيرنينج الميلينج وهكذا، هنا في عمليات بتنقسم اليها عمليات الفورمينج زي الفورجينج او الحدادة، اكستروجن عملية البثق، رولينج عملية الدرفلة، دروينج عملية السحب، وتنقسم الى ديب دروينج وواير دروينج. طبعا هنوضح الكلام ده بعد ما نتكلم نظري، هنوضح لك فيديوهات بتشرح هذه العمليات. ولو انا شرحت العمليات دي كلها هي تنقص هنا عملية بنسميها الكاستنج او عملية سباكة المعادن، اللي هي صب المعدن في بوتقة. بعد ما بصهر المعدن بصبه في قالب، بصهر المعدن في بوتقة وبصب المعدن في قالب اوصل للشكل النهائي. العمليات دي كلها ما فيهاش ذرة رايش واحدة او فقد في المعدن، لذلك تسمى هذه العمليات عمليات الفورمينج بروسيسز، عمليات التشكيل وليست عمليات التشغيل. طيب انا بعد النهاردة ايه المطلوب مني في المحاضرة؟ اعرف اسماء العمليات اللي هي الفورمينج بروسيسز، واعرف اهم ما يميزها، واعرف الفرق بين الفورمينج والماشينينج زي ما اتفقنا. الشق الثاني من المحاضرة دي هنتكلم عن انواع الرسومات اللي بشوفها في اللوحات الهندسية او اللوحات الفنية التكنيشنز. طيب انا كراجل مهندس او تكنيشن هعرف بعد شوية ان في انواع كتير من الرسومات هنتعرف عليها في المحاضرة دي. يبقى عندي حاجة اسمها الفورجينج، اكستروجن، رولينج، دروينج، العمليات دي ومعاها كمان كاستنج، المفروض نكتبها اكتبها لكم، هي عمليات بنسميها عمليات السباكة المعادن. تعال نشوف هو بيتكلم عن اول عملية اللي هي الفورجينج بروسيس. بيعرفها لك هي عملية تصنيع، فورجينج از مانيفاكتشرينج بروسيس، هي عملية تصنيع involving the shaping of metal using localized compressive forces. يعني انا بحصل على شكل معين عن طريق الطرق، ان انا اغير من اعمل عملية ضغط بقوة معينة اوصل للشكل النهائي. دي عملية الفورجينج، مديك صورة ليها بيوضح ان هو ده، ودي من اقدم العمليات اللي اكتشفها الانسان، ان هو يصهر بيوصل لدرجة حرارة بنسميها درجة الحرارة اللي عندها المعدن بيبقى قابل للطرق والسحب. يعني انا بخلي المعدن الملابيلتي بتاعته عالية بحيث ان هو مع الحرارة اقدر اطوعه واشكله في الشكل المطلوب اللي انا عايزه عن طريق الطرق. طبعا عملية الفورجينج دي هو بيقول لك في مقدمة ليها، بيقول لك الميتال is shaped by compressive forces. The oldest metal working process من 4000 سنة قبل الميلاد تم اكتشاف هذه العملية. Can be performed with a hammer and anvil. يعني ممكن يتم الطرق عن طريق المطارق على الشغلة.
بيقول لي انا ممكن انتج ايه بعملية الحدادة ده. أنا ممكن يجي لك سؤال ويقول لك what are the products can be produced by forging process، زي البولتس المسامير والريفيتس مسامير البرشام، الكونكتنج رود اللي هو في لغة السوق بيسموه البيل، او الكونكتنج رود اللي بيحمل البستون، الجيرز او التروس ممكن انتجها عن طريق الفورجنج او عملية الحدادة. طيب عندي امثلة الاشكال اهو تم انتاجها بواسطة عمليات الفورجنج، فمش مطلوب من حضرتك اكتر من كده انك بس تبقى عارف ما هي الفورجنج وبتتم ازاي، وعمليات الفورجنج بتتم في داي، ممكن ان انا اعمل الداي دي كلوزد داي او اوبن داي، يعني ممكن اعمل عملية الحدادة دي اوبن داي يعني الاسطمبة مفتوحة، اعمل طرق على اسطمبة مفتوحة او داخل اسطمبة مغلقة، ودي شكل العمليات اللي فيها closed die زي كده. احط هنا الشغلة اكبر شوية عشان اشوف ادي شكل الشغلة، بعمل طرق او الطاي هنا بتكبس وبحصل على الشكل النهائي، بيخرج شوية من هنا من الجوانب بيسموهم الفلاش، اقدر اتخلص منهم بعد كده. طيب يبقى اذا انا عندي ما يميز العملية دي انها تستخدم لاسباب اقتصادية، الجزء اللي بيتم تشكيله هنا ابعاده بتبقى قريبة من الابعاد النهائية المطلوبة، يعني العملية دي دقيقة انا بوصل بيها الابعاد النهائية المطلوبة. less machining is needed، انا هنا مش محتاج اي عمليات تشغيل، حاجات بسيطة في الفينش في الاخر. higher capacity equipment is needed، يعني انا عايز حاجة عالية لان الطرق ما اصبحش يدوي دلوقتي، في مكابس او هيوج او ماسيف بريسز بتقوم بعملية الطرق دي. عندي حاجة اسمها الالومنيوم اند ماجنيزم الوي وركد ويل ان ذيس بروسيس، يعني اقدر استخدم سبايك من الالومنيوم ومن المغنيسيوم اقدر انتجها كويس جدا بهذه العملية. يبقى انا مش مطلوب مني اكتر من كده، ما اعرف العملية هي عملية تشكيل وليست عملية تشغيل، هي عملية الفورجينج، بعرف الحدادة لا ينتج عنها اي رايش، اللي ممكن انتجه بواسطة الحدادة، الحاجات اللي قلنا عليها من شوية هي دي الحاجات اللي انا اقدر انتجها، المنتجات اللي هم دول. ايه تاني مطلوب مني؟ اعرف مميزات العملية بتاعت الفورجنج دي اللي احنا اتكلمنا عنها، هي دي المميزات. طيب كويننج دي تعتبر نوع من انواع الحدادة، ودي بننتج بيها العملات المعدنية زي ما بنشوف اللي هي العملات الفضية اللي معانا، برضو عن طريق بريسز معينة بيتم ختم شكل معين على. يبقى الكويننج تعتبر عملية من عمليات الفورجينج، تتم في كلوزد داي طبعا في اسطمبة مقفولة، بما اننا اتكلمنا عن كلوزد دايز فهي الفورجينج عملية الكويننج مبثقة منها، وبتتم في كلوزد دايز زي ما احنا بنشوف. يهمني بس تعرف ان الكويننج تابع الفورجينج وبتتم في كلوزد داي مش اكتر من كده. في عملية بيسموها الاكستروجن بروسيس او عملية البصق، هي عملية تصنيع برضو تستخدم to create objects عشان انا اعمل اشكال معينة of a fixed cross sectional profile، شكل معين له مساحة ثابتة. الماتيريال از بوشت اور درون ثرو ا داي، هنشوف الكلام ده فيديو بعد شوية، انا بس بشرح لك نظري. ده شكل الداي وده شكل البلت، البلت اللي هي العينة اللي عندي دي، الرام او منظر المكبس اللي هو بالجزء الاورنج بيتم كبس البلت دي فبتخرج من قطر اصغر، وده اكسترودد برودكت اللي بيطلع عندي، ودي داي دي ستامبا. طبعا في لوبريكانتس بيتم في الموضوع او زي مزيتات بتتم ان انا بحط مواد زيتية عشان اسهل عملية الاكستروجن دي. في عملية تانية بنسميها الرولينج او الدرفلة، رولينج بروسيس، دي عملية في الميتال وركينج رول. الرولينج اذ ا ميتال فورمينج بروسيس، طبعا هي عملية ميتال فورمينج وليست ماشيني، ان ويتش ميتال ستوك از باسد ثرو ا بير اوف رولز، عندي درفلين زوج من الدرافيل، الدرافيل دي هنشوف شكلها ازاي وبتعدي او حاجة شبه كده، الدرافيل دي بيعدي المعدن اللي هو عندي شكل سهم، الدرفيلين بيتحركوا برول عكس بعض تجاه الدوران عكس بعض ويطلع. طبعا ايه الغرض من هذه العملية؟ هو تخفيض السمك. كل معظم عمليات التشكيل هدفها هو تغيير من ابعاد والوصول للشكل النهائي للمنتج والابعاد النهائية. في عملية الفورجنج بيتم الطرق للوصول للشكل النهائي. في العملية اللي بنسميها الرولينج بروسيس هنشوف لها فيديوهات، وادي برضو شكل العملية بتاعت الرولينج. درونج بروسيس عمليات السحب، درونج بروسيس is a metal working process
which uses tensile forces to stretch a metal. يعني ان انا بعمل مط للمعدن او اوصل لشكل مقعر كده للمعدن. معظم البرودكتس على شكل منتج نهائي هنشوفها دي بتتم بطريقه عمليه الدروينج او عمليه السحب العميق، زي اوان الطهي مثلا بتتم بعمليات الدروينج دي. هنشوف دلوقتي فيديوهات وهنشوف شكل الفكره بتاعه الدروينج. ممكن اعمل دروينج للاسلاك ان انا اخفض قطر السلك، وهنشوف ماكينه بتعمل كده، ودي ستامبة تاني بقى اقدر اعمل عمليات الدرونج او السحب. في النهاية كل العمليات دي، ده الديب درونج اللي بقولك عليه اللي بيتم بيه انتاج الحاجات زي البيرسينج، ايرنينج، نيكينج، رولينج، بيدينج. كل دي عمليات تندرج تحت الديب درونج. هنشوف فيديوهات في حاجة اسمها البار وتيوب والواير درونج، برضو تبقى عارفه كاسم ان هي تعتبر من عمليات السحب. اقدر اعمل بلاستيك درونج برضو تعتبر معايا، احط اسحب بحيث اخفض السمك او اخفض القطر اللي انا عايزه. طيب تعالى بقى نتجه لفيديوهات عشان توضح لنا الفكره. دي عمليه الدروينج، وادي عندي فيديو بيوضح قصه الديب دروينج. فعندي العمليه دي بيقول لي هي العمليه دي بيتم فيها ان وضع تشيت القرص ده. هنبص ان القرص عندي ده، بص بيحطه على داي وبينزل بانش من فوق او كباس، بيتم كبس القرص ده. هو بيحط الرول دي اللي بيحط ماده لوبريكانت او ماده مزيته بحيث تسهل عمليه الكبس بتاع القرص. بصوا الشكل النهائي اهو، بيلقطه كده وبيطلعه، ده الشكل النهائي اللي بيطلع. فهو بيكبس تاني القرص بمكبس طبعا قوي جدا. العمليه دي بنسميها ديب دروينج بروسيس. الديب دروينج بروسيس دي هي العمليه اللي بيتم فيها تشكيل. طبعا القرص ده ما تمش فقد فيه اي شيء من المعدن وما تمش خروج اي رايش عندي، بيكبس تاني اهو وبيطلع الشكل النهائي. العمليه دي بنسميها ايه؟ الديب دروينج. ده شكل المنتج النهائي اللي طالع اهو. بيتم بعد كده ممكن يعمل له معالجه حراريه وهنعرف بعدين الكلام ده. ده الشكل النهائي للمنتج اللي عندي اهو. ده احدى المنتجات التي يتم انتاجها بعملية الديب دروينج. عملية الفورجينج او عملية الحدادة، تعال نشوف هنا الفيديو عايز يقول لنا ايه. بيقول لي ان انا عندي معدن برفع من درجة حرارته وابتدي اضغط عليه. زمان كان طرق يدوي، دلوقتي المكابس والدنيا تطورت. فده عبارة عن اوبن داي، استنبة مفتوحة، يتم الطرق على المعدن. اكيد الهدف من هذه العملية هي الوصول للشكل النهائي في النهاية. دي الطرق اليدوي، ده حاجة متعرف عليها. دي عملية الحدادة العادية، دي عملية الحدادة بقى بواسطة المكابس العملاقة. وده بنشوف طبعا انه اثناء العملية دي لازم المعدن يكتسب درجة حرارة قبل المولتن، يعني ما بوصلش ان انا اصهر درجة الحرارة، ما بوصلش للميلتنج تمبريتشر او درجة حرارة الانصهار، ببقى قبليها. عشان ده عملية تانية يتم الصب فيها، هنشوفها اللي هي الكاستنج او السباك. طيب ايه تاني الفيديو ده عايز اوضحه؟ بيقول لك ان انا بيوضح العملية دي ان انا ممكن اعملها في اوبن داي وكلوزد داي. دي موضوع الكلوزد داي اللي بنقول عليه، دي ستامبة مقفولة، بكبس المعدن اللي درجة حرارته عالية. ده الفلاش اللي قلنا عليه اللي ممكن يتكون واشيله بعد شوية. لكن الشكل اللي عندي ده هو الشكل النهائي اللي انا عايز اوصل له، او المنتج النهائي. الفلاش ده ممكن ازيله بعد كده. ده شكل عملية يتم كبس فيها العينة او المنتج، بيتم بضغطة واحدة في الداي. طبعا دي اوبن داي مش كلوز داي، وبيطلع الشكل النهائي. العمليات التانية اللي اتكلمنا عنها هي عمليات بنسميها الاكستروجن. ده الرام اللي قلنا عليه، وده البلت. هو بيحط البلت، الجزء اللي يتم ازاحته بداخل الاسطنبة عشان يطلع الشكل النهائي اللي هو انتوا شايفينه ده. الرام بيضغط. العملية دي بنسميها عملية الاكستروجن او البثق. الاكستروجن دي عبارة عن معدن، ده الرام، بيتم ازاحة البلت او المعدن المراد تغيير شكله. دي البلت اللي بتزاح وبتدخل جوه الاسطنبة، بتطلع من الناحية التانية شكلها مختلف تماما. الفريكشن بتوين ذا بيلت لينس اند الكونتينر دي،
ده عامل او بارامتر بيؤثر على العمليه، والماتيريال اللي داخله دي الفورسز اللي بتتعرض ليها البلت او العينه عشان تتشكل وتدخل جوه الضاي وتطلع بمنظر تاني خالص من الجهه الاخرى اللي على اليمين. العمليه دي بنسميها عمليه الاكستروجن. طبعا المعيدين هيوضحوا لكم فيديوهات في السكاشن عن هذه العمليه. من ضمن العمليات التانية اللي عايز حضرتك تعرفها عمليه بنسميها الجرين ساند كاستنج، ودي ما كانش موجوده في الباوربوينت او في البي دي اف. العمليه دي سعادتك هتضيفها، هي عمليه السباكه الرمليه، هشرحها لك دلوقتي بالتفصيل. ودي من ضمن العمليات اللي ما بيتمش فقد المعدن اي منه اي رايش. هنا بيقول لك الاول انا عايز انتج الشكل اللي عندي شكل نهائي، بقسمه نصين وبعمله على هيئه خشب، لان انا عايز شكل منتج نهائي. فانا الشكل المنتج النهائي ده بعمل زيه موديل خشب وبقسمه نصين، عندي اهو ادي النص الاولاني وادي النص التاني. طيب ايه اللي بيحصل؟ الجزء ده بنسميه الفريم المعدني، ده بنسميه الريزق. يتم وضع داخل الريزق ده بيتم وضع نص العينه هنا الخشبيه اللي يطلع هنشوف بعد شويه يحط عليها رمل المسبك، وده رمل من نوع مخصوص غير الرمل بتاع المباني، رمل السباكه بتاعه المعادن مختلف. بيحط ماده عازله بيسموه ازليتنج داست، وبعدين بيحط رمال المسبك دي، وبعدين الفلاسك اللي هو الريزق اللي هو بيحتوي على المولدنج ساند او رمل السباكه، بيتم دك هذه الرمله، بيتم دكها كويس عشان يضمن ان هي مالت الريزق ومفيش اي حاجه او اي فراغ موجود، كله اتملى بموضوع الرمال بتاعه المسبك. طب وبعدين هتلاقي قلب الرزق ده بعد ما يسوي السطح ده ويشيل اي زيادة بالسترايك رود ده، the excess sand يعني الرمل الزيادة over the flask فوق الرزق is strike off by striker bar بيتم ازالته. تمام، بيشيل كل الزيادات دي، وبعدين اكيد هيقلب الرزق ده، وبعدين هنشوف هيعمل ايه. تابع بقى الفيديو. تم قلب الريزق عشان يحط النص التاني من الشغلة، عشان يحط النص التاني من الشغلة، وبعدين يحط الرزق العلوي ويحط حاجة اسمها الرايزر بن والسبريو بن. ده عشان الرايزر ده هدفه ايه اللي على اليمين اللي انا هشاور عليه ده هنا، ده المصب اللي هيبتدي يصب منه المعدن ويعمله مجر هنا بحيث يملى. بعد ما يشيل النموذج ده هتلاقي المعدن مالا مكان النموذج ده، بعد ما نشيله هتلاقي مكان الخشب ده اصبح تجويف، لان انا هاملة هنا في الجزء العلوي رمل، فلما اشيل الجزء الخشب ده هلاقي مكانه تجويف. المعدن يفضل يتصب من الجزء ده ويملى التجويف ده. ايه الدليل عندي وانا قافل فوق ما يبقى فيه رمل ان تم ملء الفراغ ده؟ ان يطلع لي هنا في الرايزر شكل كده عبارة عن المعدن الزايد، وبعدين اتم ازالته من هنا واحصل على المنتج النهائي. هنشوف يعني دلوقتي يحط المادة العازلة ويملى هنا بالرمال بتاعة المسبك، يبقى دي عملية السباكة او سباكة المعادن. دي الخطوات بتاعتها عشان لو اتسألت فيها انت تلخصها بطريقتك بعد فهمك للفيديو، مش عايزك تحفظ، عايزك تفهم الخطوات وتتخيلها وتعيد الفيديو اكتر من مرة عشان تثبت المعلومة في دماغك. يبقى هو الخطوات ما عملنا الرزق السفلي وبعدين الرزق العلوي، الاتنين نفس الفكرة، ولكن في الرزق العلوي حطينا المصب وحطينا الرايزر. طيب وبعدين هبص الاقي برضو هنا بيتم ازالة الحاجات الزيادة الرمل الزيادة. طيب يتبقى هنا ايه؟ نعمل تنفيس في الرمال عشان اي ابخرة او اي فقاعات ما تتكونش داخل العينة اللي هتتصب، وبعمل تنظيف حوالين المصب كده اللي هصب منه، بعمل الرانر ده او المصب، وبعدين اشيل بقى الجزء الايه الخشبي، يتبقى ليا الفراغ اللي موجود، بفتح هنا عشان لما اجي اصب ايوه يبتدي يتم ملء الجزء ده او المعدن، يتصب من الفتحة اللي ناحية الشمال اللي انا هقول لك عليها. يتم صب المعدن هنا، يبقى هنا يتم صب المعدن من الجزء ده،
الدليل ان الفراغ اتملأ هيطلع لي من الناحية التانية، من التانية دي يطلع المعدن هنا. يبقى اذا انا بيتم صب من هنا، يتم ملء الفراغ بالداخل ويتم خروج المعدن، وهذا دليل على ان احنا وصلنا للشكل النهائي وتم صب الشكل النهائي للمعدن. الهوت رولينج ده نوع من انواع العمليات اللي قلنا عليها، ان انا اديت شكل الضرافيل. هدف العمليه دي هو تقليل السمك للبلت دي، فانا بقلل سمكها ازاي؟ ان انا بعديها على ضرافيل بتعمل عمليه رولينج. عمليه الرولينج دي هدفها تقليل السمك ده بالمنظر اللي انتوا شايفينه، يطلع معايا المنتج من الناحيه التانية بالشكل ده. ده شكل الايه، عمليه الضرفله او عمليه الرولينج. ده شكل الضرافيل وده شكل العمليه، وده بيوضح لي ايه اللي بيحصل. من ضمن العمليات اللي اتكلمنا عنها عمليه سحب الاسلاك او الواير دروينج، ودي عمليه بيتم، دي عمليه من الواقع بيتم دي اسلاك اسياخ عايزين نخفض القطر بتاعها، بتعدي على اكتر من رول عشان يتم عمليه الدروينج او السحب، وبعدين بيتم سحبها عن طريق داي. الداي دي قطرها اصغر من قطر السلك ونازله تيبرد يعني مدببه، هنشوف دلوقتي اهو. دي الهدف من الاخر بعد ما احط السيخ على رولز، ان انا في الاسطمبة دي بقلل من ايه، اقلل من قطر السيخ ده بعد السحب. طبعا بتتم الرول اللي هنا يتم سحب السيخ بتاع الحديد، فيتم تقليل القطر بتاعه. والعملية دي هو بيقيس بالبوكوليز او بالادمة، بيقيس قطره قبل العملية وبعد العملية عشان يشوف هل فعلا هو وصل القطر المطلوب مني تخفيضه ولا لا. ده قبل وبعد العملية، طبعا في اختلاف في القطر. العملية دي بنسميها ايه، واير دروينج. الشق التاني من المحاضرة اللي عايز حضرتك تكون عارفه، اللي هو انواع الرسومات الهندسية اللي هتقابلنا، او انا كراجل تكنيشن او مهندس هقابل كاتيجوريز من الدروينجز او من الرسومات. ايه انواع الرسومات اللي هقابلها اثناء شغلي؟ مش هتطلع برا النوعيات دي. اول حاجه البايبنج ان انسترومنت دروينج، ودي الرسومات اللي تخص اي حاجه فيها مواسير، سواء هيمشي في الماسوره دي ميه او صرف او غاز لمكافحه الحريق او اي ليكويد لمكافحه الحرائق. انواع الرسومات اللي بالشكل ده، لو شفنا لوحه فيها المنظر ده مش مطلوب مني دلوقتي لا اعمل تصميم للكومبوننتس دي ولا اي شيء، انا المطلوب مني اعرف اسم اللوحه دي اسمها ايه دلوقتي، اقدر اسميها بي اند اي دي اس. اختصار ايه بي؟ بايبنج. اي دي اس اختصار انسترومنت دروينجز. يبقى انسترومنت دروينجز او بايبنج، بايبنج اند انسترومنت دروينجز، ده معناها الرسومات دي معموله فيها مواسير يلف فيها ايه المواسير دي، ليكويد او جاز وات ايفر كان المواسير دي معموله لايه. فنوعيه الرسم دي مش مطلوب مني اعرف دلوقتي غير اول نوع من التصنيفات انواع الرسومات. فممكن السؤال هنا يقول لك ايه، ليست ذا فايف درونجز كاتيجوريز، اذكر خمس انواع من الرسومات المستخدمه في الحياه الهندسيه، او ما هي الرسومات الهندسيه المستخدمه، اذكر خمس انواع منها. اول نوع سميناه بي اند اي دي اس واختصاره بايبنج اند انسترومنت دروينجز. النوع الثاني بنسميه الكتريكال سنجل لاين اند سكيماتكس. لو شفت لوحه بالمنظر ده يبقى اللوحه دي بتتكلم عن ايه، الكتريكال سنجل لاين. يبقى دي سنجل لاين الكتريكال سكيماتيك او رسمه بتشرح الايه، السنجل لاين الكتريك. طب لو شفت رسمه تانية فيها المنظر ده اقدر اسميها ايه، برضو سكيماتيك لسنجل لاين الكتريكال. ده شكل، ان ده شكل السويتش، ده ال اس يعني ليميت سويتش، وده سي ار يعني هتلاقي عندي مكثف، يبقى عندي في الرسمة دي، دي رسمة تاني بتقول ان نوع الرسم ده اسمه سكيماتيك، نوعه ايه، الكتريكال سنجل لاين. عندي رسم تاني بنسميه الكترونيك، مش الكتريك بقى، الكترونيك دياجرام او سكيماتيك لالكترونيك دياجرام. ده شكله ايه، اعرفه ازاي؟ هبص الاقي المنظر ده، ده ترانزستور وده ترانزستور ودي ده دايود، يبقى الرسمة دي معناها ان ده دايود وده ترانزستور وده كويل مثلا. فاذا لما اشوف المنظر ده يختلف تماما عن الرسمه دي. الرسمه دي فيها ايه، فيها ليميت سويتش ال اس، دي سويتشات
فيها مكثفات، يبقى اذا الشكل ده عامه بنسميه الكتريكال سكيماتيك، اما ده الكترونيك لان فيه كومبوننتس، الكومبوننتس دي عباره عن ايه؟ الكترونيك. طب الشكل الجديد ده لو شفنا لوحه بالمنظر ده هنلاقيها ايه؟ لوجيك دياجرام اند برينتس. لو شفت الشكل ده، ده عباره عن لوجيك برينت، يبقى المنظر اللوحات دي بنسميها ايه؟ اللوجيك برينت. طيب لو شفنا منظر زي ده، ده معناه ايه بقى؟ ان ده فابريكيشن او ميكانيكال دروينج، ده شكل قطاع متاخد في حاجه اسمها ميكانيكال دروينج. يبقى دي انواع الرسومات لازم تكون عارفها كويس وتفرق بينها. لو جات لك لوحه بالمنظر ده اهو، بصغر لك عشان تشوف. طبعا هي تتقلب، هي اللوحه هنا مقلوبه، لو قلبناها ناحيه اليمين 90 درجه هنشوف ان دي الكومبوننتس 1 2 3 4 متوضحه تحت او هنا في الجدول جنبيها من 1 ل 6. ده شكل بنسميه الميكانيكال او الفابريكيشن درونج او الرسم الصناعي. طيب الشكل ده اسمه سنجل لاين دروينج، ده عباره عن ايه؟ ده شكل بيمثل بخط واحد بس. ركز معايا كده في الرسمه، ده اسمه سنجل لاين دروينج، ده عباره عن ايه؟ ايا كان نوع الشكل ده، فالفز وبايبز وجيت فالف، انواع فالفات كتير واشكال. فاذا الشكل ده اسمه سنجل دروينج لبي اند اي دي، يبقى انا ما زلت في البي اند اي دي ولكن ده سنجل لاين. هو البي اند اي دي ممكن يتمثل بحاجه اسمها بيكتوريال او دبل لاين. بص كده اهو، ده شكل برضو اقدر ارسم فيه مواسير وكيعان وانواع من الفالفز او الصمامات، بس لما ارسم خطين بيسمى ايه بقى؟ يسمى بيكتوريال بي اند اي دي، يمثل بخطين، او لو خط واحد يسمى السنجل. لكن اقدر اسمي اللوحات دي ما زال اسمها ايه؟ بي اند اي دي، بي اند اي دي. طيب الاسمبلي دروينج او رسم التجميع، بص كده ركز معايا شويه في الرسمه، ده شكل الرسم التجميعي اللي عندي بنسميه ايه بقى؟ اسمبلي دروينج او رسم تجميع، بحيث ان انا لو ركبت الاجزاء دي اللي انا مرقمها جمعتها، ضغطت الرسمه من اليمين للشمال كده تدخل كده جوه بعض، ده تجميع يطلع شكل نهائي. بس انا مفسره هنا ليه بارتس؟ عشان اعرف ان ده المكونات بتاعه الشكل اللي هيطلع عندي، يبقى انا مقسمه هنا لايه؟ لاجزاء، فبنسميه اسمبلي دروينج او رسم تجميعي. الرسم ده بنسميه كات واي دروينج، وان انا واخد هنا ايه؟ شق او قطاع في الرسم عشان اشوف حاجه مخفيه جوه الرسم، دي عباره عن كيسنج مقفوله خلاص، فانا لو خدت فيها قطاع هشوف تفاصيل جوه بقى لايه؟ للكات واي ده او القطاع اللي انا واخده عشان اشوف حاجات مش ظاهره خلاص. يبقى النوع ده من الرسومات بنسميه الكات واي. طيب في نوعين من الرسومات بقى، او الفيوز او البرسبكتيفز، يعني المناظير. لو انا شفت شكل بالمنظر ده، ده منظور اهو بنسميه بقى ايه؟ الاورثوجرافيك بروجكشنز، ده بنسميه الاورثوجرافيك بروجكشنز او المساق. انا شايف مساقط للشكل، النوع ده بنسميه الاورثوجرافيك بروجكشنز. لو انا باصص من السهم ناحيه السهم ده كده، ده بنسميه ايه بقى؟ الفرونت بلين، ده فرونت بلين، ده بنسميه الهوريزونتال بلين، انا باصص من اعلى لاسفل. يا ترى اشوف ايه في الشكل ده؟ اشوف الشكل اللي عندي اللي مرسوم ده، المسقط. طبعا انا مش بشرح لك رسم هندسي، انا بعرفك بس اسم او نوع، لو شفت الرسومات دي تعرف تصنفها انواع. لو شفت شكل بالمنظر ده، ده معناه مساقط. لو شفت الرسومات بالمنظر ده يعني انا شايف رسم مساقط، ده بنسميه سايد فيو، الرايت سايد فيو، ده بنسميه الهوريزونتال بلين او الرايت سايد فيو. ده من اعلى بنسميه توب فيو، توب فيو. اما الشكل ده بنسميه ايه؟ الفرونت بلان، وده منظر المسقط اللي هنشوفه. يبقى انواع الرسومات دي بنسميها ايه؟ رسم مساقط او اورثوجرافيك بروجكشنز. طيب ايه النوع ده اللي عايزك تعرفه؟ لو شفت منظر زي ده كده، ده بيسميه 3D او ايزومتريك، ايزومتريك بروجكشن. ده مش مساقط، ده شكل ايزومتريك، يعني شكل مجسم ثلاثي الابعاد. يبقى هو ده ملخص اللي احنا قلناه، ان الرسومات الهندسية والتقنية عبارة عن خمس انواع. اول نوع بي اند اي دي اللي هو بايبنج اللي اتكلمنا عنه، ونوع الالكتريكال سنجل لاين سكيماتكس، الكترونيك، لوجيك، فابريكيشن. خلاص اتمنى ان انتوا ان شاء الله
المحاضرة تكونوا استفدتوا منها، الناس تذاكر لأن موعد الامتحانات قرب، وأشوفكم إن شاء الله على كل خير في الكلية بإذن الله.